إذا مشاهدينا، اجتاحت أعمال شغب عددا من الدول الأوروبية على خلفية فرض إجراءات لمكافحة فيروس كورونا وأيضا التطعيم الإلزامي في محاولة من الحكومات الأوروبية لوقف الموجة الخامسة من تفشي هذا الوباء. ففي نيذرلاند كما تابعنا الآن أصيب 5 من رجال الشرطة وألقي القبض على ما لا يقل عن 40 شخصا في 3 أقاليم إثر احتجاجات عنيفة استمرت لليلة ثانية، احتجاجا على القيود المفروضة للوقاية من كوفيد-19. واستخدمت السلطات هناك مدافع المياه والكلاب وشرطة الخيالة لوقف الشبان الذين أشعلوا الحرائق وألقوا الألعاب النارية في أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ بداية الجائحة. وفي فرنسا قال وزير الداخلية هناك إن البلاد سترسل قوات من الشرطة الخاصة لاستعادة النظام في مقاطعة غوادالوب الفرنسية التي شهدت أحداث شغب ونهب وسط احتجاجات على القواعد الصحية لمواجهة جائحة كوفيد-19.